هل أنت مع أو ضد أن جورج وسوف هو أهم ظاهرة غنائية عربية موجودة في عصرنا الحالي؟ جورج وسوف من الفنانين اللي لا يتكرر، وأنا بالنسبة لي بعتبر بلونه بأدائه بكاركتيره، وأكيد هو شخصية فريدة، ومن محبين الفنان جورج وسوف ومن أصدقاء إذا بدك، يعني ضربتيني على الوتر الحساس بهذا السؤال. أحلى طرفة مع جورج وسوف، أنا من محبينه بغض النظر عن الفن، وبنفس الوقت من محبين الفن اللي قدمه بمسيرته الفنية، والله يعطيه الصحة والقوة يا رب. طيب تعطينا طرفة مع موقف كذي طريف مع جورج وسوف؟ في كتير مواقف أنا وياه يعني، مرة هيدي أول مرة بحكيها القصة. مرة كنت قاعد أنا وياه، استفزني بشيء، عم يحكي عن شخص أنا أصدقاء أنا وياه، أنا من النوع، هو بيعرف أنه أنا من النوع اللي كتير حريق، يعني إذا كنت بجلسة وحدا تكلم عن حدا بقول له، إذا بدك تتكلم، إذا أنا بعرفه بقول له بليز ما تحكي قدامي، إذا بدك تحكي عليه لما أنا أمشي احكيه، ولكن إذا بدك تحكي احكيه بوجوده أو ما تحكي. فاستفزني وصار في أنا وياه يعني مثل هرج ومرج وصرخة وعيطة وزعلت، وبعدين رجع رضاني وتراضينا وانتهت السهرة وفلينا. تاني اليوم وعيت من النوم لقيت الشخص اللي كان عم يحكي معه عم يدق لي على التليفون مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دقيت له قلت له ألو إيه صباح الخير، ليه عم دق لي؟ قال لي أنت غالي وأنت حبيبي وأنت قلت له ليه عم تحكينا الكلام؟ قال لي لأن دق لي جورج وقال لي إنه امبارح حكى علي قدامك. يعني هيدي هينا فاتوا لجورج. ايه الله هينا فاتوا لجورج وسوف، قام دق قال له انه انا حكيت عليك قدام عاصي لشوف اذا بحبك، عرفتي كيف اي ستيل؟ فجورج يعني عنده اشياء قد ما احكي قليل، نهفاته حدا كثير خفيف الظل ومهضوم وقريب للقلب ومحب. لكن جورج من الناس المحبين وبنفس الوقت يعني عنده وفاء غير طبيعي. جميل، نوجه له أجمل تحية، وهو أكيد ظاهرة لن تتكرر في عالمنا العربي أو الموسيقى العربية. أكيد.